أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية. في الشرقية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استجابت ل 2538 شكوى، أما في بني سويف فقد تم إجراء 23 عملية جراحية من أجل القضاء على قوائم الانتظار ضمن مبادرة بداية. وفينا كمان تم الإعلان عن إقامة محطة طاقة شمسية بنجع حمادي باستثمارات تصل ل 600 مليون دولار. وفي المنيا تم توقيع الكشف على 1276 حالة بالمجان خلال قافلة طبية مجانية. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الشرقية استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعدد 2538 شكوى وطلب خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، واللي بتمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم ومطالبهم. أكدت مديرية الصحة ببني سويف إجراء 23 عملية جراحية بمستشفى الفشن المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد اللي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث إن العمليات الجراحية اللي تم إجراءها تنوعت ما بين العظام والرمد والأنف والأذن والجراحة العامة والمسالك البولية والأورام. أعلنت محافظة قنا عن إقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألمنيوم بحجم استثمارات يقدر بحوالي 600 مليون دولار. المشروع هيمكن شركة الألمنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقة الكهربائية اللي بتحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء. أكدت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار خلال يومين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1276 حالة في تخصصات مختلفة وبواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفينة سياحية هولندية عملاقة قادمة من قبرص، وعلى متنها 2654 سائح و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وده ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد. ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة لمدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية. وافقت محافظة مطروح على النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام بإدارة سيوة ليصبح 192 درجة، والنزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي بفصول الخدمات بإدارة الحمام ل 165 درجة، وبإدارة العالمين ليصبح الحد الأدنى 155 درجة، مع الموافقة على تشغيل فصل خدمات بإدارة الضبعة بمدرسة الضبعة الثانوية بنين بحد أدنى 160 درجة، والنزول بمجموع القبول للمرحلة الثانوية الفنية الفندقية بإدارة مطروح التعليمية ل 181.5 درجة. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عن استقبال 93 رحلة طيران دولية بتقل على متنها حوالي 18,000 سائح من مختلف المطارات الأوروبية والدولية. وبتأتي هذه الرحلات في ظل زيادة ملحوظة في معدلات وصول السياح وتنوع الجنسيات اللي بتزور المنطقة. في الأليوبية أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها تقرير بعدد الحالات اللي استقبلها على مدار شهر سبتمبر الماضي، واللي بلغت 310 حالة تسمم، بينها حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز.